تم تشكيل فريق بحث وتم تحديد خط سير المتهمين والسيارة التي استقلوها من المكان، واشتغلنا على التقنيات بتاعت الكاميرات في المنطقة وخط السير اللي احنا تم تحديده من خلال الكاميرات لهروب الجناة، وبعد كده أمكن تحديد المنطقة اللي نزل فيها المتهمين، وتم عرض الصور في المنطقة وبمساعدة المساعدات الفنية تم تحديد الأشخاص وتم ضبطها. كنا قدرنا من أول لحظة نحدد جميع كاميرات المنطقة الخاصة بينا، وقدرنا نحدد وسيلة الانتقال بتاعتهم التاكسي لغاية منطقة الوراق، وبعد كده قدرنا عن طريق مصادرنا السرية والتحريات الشديدة والجدية اللي قدرنا نعملها هناك، قدرنا نحدد بالفعل الحمد لله في أقرب وقت في خلال 5 أيام إن الاثنين المتهمين في سن من 20 لـ30 عام في العقد الثالث من العمر، وإن هم انتهى بيهم المطاف في منطقة الوراق بالجيزة. قدرنا نحدد صورة واضحة ليهم ونكثف التحريات بتلك المنطقة، الحمد لله في أقرب وقت قدرنا نحدد شخصيتهم وهويتهم وضبطهم ومعاهم المبلغ كامل. شو رمسيس الوراق، كلمت سعيد وخططنا للمكان ده ونفذنا. دخلنا باشا، ركبنا تاكس، وقفنا قدام المكتب واحنا داخلين. هو مسك الطبنجة طلعها من فوق، وانا مسكت السنجة عبيت الفلوس تحت، مدحت عليه وخدنا المفاتيح وقفلنا ورانا ومشينا. بس وقفنا تاكس ومشينا، رحنا على الوراق، هو قسمنا الفلوس، هو خد نصهم وانا خدت نصهم. رسالة بقولها لأي واحد يفكر يسرق، هتيجي. أنا عمري ما تخيلت اللي بيحصل ده. تكنيشن في الشغل عالي جدا، تيم ويرك غير طبيعي، تواجد سايبين بيوتهم الناس، أي حد هيفكر يعمل أي كيس هيجي فوراً.